مرحبا، أنا سوزان أبو دان، أخصائية البشرة الأكاديمية. حابة اليوم أحكي عن موضوع منتساءل عنه كتير، واللي هو موضوع أهمية تنظيف البشرة. كيف فينا نميز بين أنه نحن نعمل تنظيف البشرة بالبيت، وشو الفرق إذا نحن عملناه بعيادة تجميل؟ هذه الخطوات البسيطة رح تعطيكم إن شاء الله، تكونوا رح تستفيدوا منها بأشياء مفيدة، وخليكم معنا لتتابعوا الخطوات. زمان نستخدم جهاز البخار لحتى يعطيني ترطيب للبشرة، ويقدر يوسع لي المسام لحتى أنا أقدر نظف الزيوان اللي موجود بداخله. أما مع الأيام اخترعوا شيء اسمه جهاز الهيدروفيشل، يلي هو جهاز التقشير المائي، يساعدني على أنه نحن يزيل طبقة الجلد الميت المتراكم على الجلد تماما، بيساعدني على تنظيف الزيوان يلي ممكن يكون متواجد عند الصبايا، طبعا يلي مختلف من بشرة إلى أخرى. في بشرات دهنية بيكون فيها بشكل متكامل بكامل الوجه، في بشرات دهنية وفي البشرة النورمال. تنظيف البشرة أو ما يسمى التقشير المائي هو عبارة عن تنظيف بسيط بيزيل طبقة الجلد الميت، بيزيل الزيوان المتراكم على وجه الصبية. خليكم معي، تابعوا الخطوات، وبكل خطوة رح أشرح لكم أكثر نحن شو عم نعمل وشو فوائد الجلسة. مبدئيا هذا هو جهاز التقشير المائي المطلق عليه والمعروف عليه باسم الهيدروفيشل، بيشتغل على تقشير الجلد بهي الطريقة لحتى نحن نقدر انه نحن نشيل كل شيء فيه زيوان وجلد ميت متواجد على البشرة. بالنسبة للصبية اليوم، في نحن عنا البشرة الجافة. أكثر أنواع البشرة الجافة يلي ممكن تكون معرضة لما يسمى بالزيوان الدهني، واللي هو هاد دائما منفرق بينه وبين الزيوان الأسود يلي ممكن يكون موجود هون. جهاز التقشير المائي أو الهيدروفيشل عمل لي تقشير كامل للوجه، ولكن غير كافي على أنه هو ينظف هدول البثور الموجودين هون. كرمال هيك مع التطور اخترعوا جهاز جديد كمان يكون بديل عن السنارة، واللي هو الألتراساوند. فيه حدودية هون بسيطة، بس هو ما بيأذي البشرة، ولكن كرمال نحن نكون حريصين أكثر على أنه نحن ما نزعج الصبية بحديته، رح نستخدم معه كريم مطري للبشرة. رح نحكي عن الخطوة اللي بعدها، واللي هي يلي ما لنا غنى عنها دائما حتى لو لقينا البديل، اللي هي السنارة. ولكن انك تشتغلي بالسنارة بشكل سطحي جدا وننظف فيه البثور يلي موجودين هون، مثل موضوع الزيوان الدهني اللي حكينا عنه بهذا الشكل فقط، ما بفضل انه نحن نمشي السنارة على كامل الوجه. دائما موضوع تنظيف البشرة في له خطوات تتبع بالبيت. دائما لازم يكون في عنا معقم، بفضل دائما هو موضوع المعقم الهيكزامايدين يلي هو بيعطي تعقيم جدا مفيد للبشرة. بفضل لكل نوع بشرة يكون في غسول مناسب لبشرة الصبية لحتى تهتم بعد جلسة تنظيف البشرة وتكمل معي الموضوع العناية بالمنزل. أكيد في كتير أنواع ماسكات منزلية هي جدا مفيدة للبشرة، فينا نستفيد من كل شيء خضار موجود. النشا والحليب هن من الأشياء اللي جدا جدا مفيدة للبشرة. والتلج، ما فينا ننسى التلج، لأنه كمان أنك تمشي كل يوم الصبح تلجي على وجهك، فهذا بيساعد على انقباض المسام وبيساعد على توحيد اللون، إعطاء رونق. فالتلج عامل كتير مهم صيف وشتاء. هلأ بالنسبة لموضوع تنظيف البشرة، نحنا فينا نعمله بكل فصول السنة، ما في أي فصل ما فينا نعمل. بنحاول قدر الإمكان أنه نحنا بفصل الصيف نشتغل على موضوع تنظيف البشرة أكثر، لأنه في بالشتاء عوامل مساعدة أكثر للبشرة أو خطوات تانية ممكن نشتغل عليها بتفيدنا أكثر. حنحكي هلأ بالنسبة لأنواع الماسكات. أنواع الماسكات في أنواع عديدة مختلفة
مختلفة بين أنه تكون هي طبية بعد جلسة صحيحة لبشرة قام يعني امنا فيها بإزالة الزيوان، بإزالة مثلا إذا كان في عندي مثل حكينا هدول الزيوانات الدهنية، فنحن اضطرقنا لأنه نحن نقيمهم بالزيوان بالسنارة عفوا، فهيك رح نختار نوع من أنواع الماسك يلي بيساعدني على تعقيم هي المنطقة ويكون حريص على أنه البشرة ما يصير فيها أي تهيج، بالعكس يهدي التهيج يلي نوجد بالبشرة. طبعا في انواع تانية عديدة جدا وبتختلف بين اذا كانت البشرة عم نتطلب نحن نعملها للدلال والمساج ونختار انواع ماسكات فيها تغذية، شي فيه هيلورونيك اسيد واشياء مثل الفيتامين اي، هدول الاشياء بتختلف عن اذا البشرة كانت محتاجة جلسة تنظيف بشرة علاجية وليست تجميلية بالمنطلق العام. هاي هلأ هيك نحن حطينا الماسك، حننتظر لحتى ينشف 10 دقائق ونقيمه وبعدها رح نحط المعقم والمرمم. صبايا بدي احكي عن فكرة كتير مهمة، دائما عنا منطلق انه نحن لما بنعمل تنظيف بشرة يعني نحن المفروض نفوت لعند الدكتورة نطلع بشرتنا حرير صافية ما فيها اي مشاكل، بننسى انه نحن ممكن يكون عنا مسام واسع، ممكن يكون عنا كلف، ممكن يكون عنا تصبغات، ممكن يكون عنا مشاكل تانية، ممكن يكون في عنا حبوب شباب عميقة وملتهبة. بهي الحالة انا ما فيني قيم انه انا اذا عملت جلسة تنظيف بشرة يعني انا اخذت النتيجة اللي انا بدي اياها بيرفكت. كرمال هيك نحن دائما لازم نعرف انه نحن خطوة تنظيف البشرة هي خطوة مهمة جدا، يفضل تنعمل كل 3 لـ6 شهور مرة، ولكن هي غير كافية لأنه أنا أكون عندي بس بشرة مثالية 100%. خلينا نأكد على موضوع أنه هي جزء من تنظيف عميق للبشرة. الطبيعي دائما بعد جلسة تنظيف البشرة أنه يصير في عندي تهيج بسيط بالبشرة، أثر طبعا السنارة والأجهزة اللي استخدمناها على وش الصبية. كتير ضروري وكتير مهم صبايا نعرف أنه نحن لازم نستخدم غسول معقم، وكتير مهم موضوع الانتيبيوتيك بعد موضوع جلسة تنظيف البشرة يلي هو الفوسيدين أو الفوسيدات أو أي شيء موجود فيه مضاد التهاب.